انا افضل عجز هذه 4 سنوات ونصف. ايوا المهم جبتنا الدورو باش غنشوفوا هذا الجو هذا وهذا الشيء اللي داروا الفريق الوطني اللي خلانا زعما حتى حنا كنا معاه متحمسين، كنا تندعيو معاه وكان كل شيء هنايا. كاين الناس اللي كانت هنا كبار في السن وكيبكيو كاع داك الشيء اللي شفناه ما شفناش بسبب ديالنا. كانوا كيتفرجوا حتى هما كانوا كيشجعوا كانوا كيدعيو وكان بحال الا داك الشيء سبحان الله وصافي. زعما شي شحال شي ولد مع اب ديالو ولا بنت مع الام ديالها، داك الشيء اللي كان واقع. والمهم داك الشيء داز باحسن الاجواء وكل شيء داز مزيان، وهما شرفونا وفرحونا وفرحوا البلاد ديالنا وبلادهم. واللهم لك الحمد، والله يخلي لنا مالك ديالنا، والله ينصرو، والله يطول عمره ويخلي لنا ديما المغرب ديالنا وديما ماروك ديما المغرب. حنا ديما من الناس اللي كيموتوا على هذه البلاد واخا رحنا في هذه الظروف، دوزنا ازمات صعيبه، ولكن هذا الشيء اللي شفناه نسانا بزاف ديال الحوايج. ربي اللي عالم، والله العظيم انا بعدا تنكذبش بكيت ذاك النهار اللي شفت فاش غلبوا البرتغال. الا جاتني تبوريشه وبكيت، وجاتني واحد لان شي حوايج كنتفكر ايامات المسيره الخضراء وداك الشيء اللي كنت صغير داك اييه داك الشيء اللي كان. وديما حنا هكاك ديما، لان كون بغينا نجلسوا في فرنسا ولا في اسبانيا، انا كنت في فرنسا ب 84 وجيت في 90، وما بغيتش نجلس في ديك البلادات كاع. ماشي تنكرههم ولا، عندي اصدقاء تما وبحال الاخوان ديالي، وعندي اختي كاع بجنسيه بولادها، ولكن انايا فضلت نجيب حالي ولو انني مريت شي ظروف صعبه هنا ما يهمش، لان بلادي هذه بلادي، ديما تنموت على بلادي. عجبوا لي الدراري عاصم، انا غادوزو الدور اللوت ودوزو وبخير. فرحونا الله يفرحهم، الله يجزيهم بخير. هذوك هما الرجال اللي فرحونا اللي تكويريه، هذاك هو ازميتو. واخا الظلم في التحكيم الله يجعل البركه، المهم ارفعوا الرايه ديالنا وارفعوا روسنا، الله يجعل البركه، الله ينصر سيدنا. راه الاحساس راه الوالدين هما كل شيء، راه الاحساس راه فرحانين فرحانين قبل كاع ما يجي، وراه فرحانين بهم، الله ينصرهم، الله ينصر سيدنا. المدرب المغربي عرفنا ان شاء الله ربي ما خيبناش في كل شيء، داك الشيء اللي ظنينا راه وصلناه. رسالة كل شيء اللي عنده والدين يتطلع فيهم، في اللاعبين في المسيرين في كل شيء، اللي عنده يتطلع في والديهم والناس الكبار مزيان. بخصوص هاد المناسبة، مناسبة كأس العالم، يعني راه عشنا في هاد دار الأشخاص المسنين التكافل، يعني عشنا أجواء يعني لا توصف. يعني المنتخب الوطني رد لنا كامل الاعتبار، ورد الاعتبار حتى لهذه الطبقة هذه، يعني هي رسالة للجميع، رسالة للجميع، بالخصوص أمهاتنا وآباؤنا. يعني اللي كون كانت شي جائزة كتعطى ديال القيم اللي كون تعطات للمنتخب المغربي، يعني شيء يثلج الصدر. يعني فرحونا وفرحوا ماشي رسموا الكره الارضيه كامله، يعني بدون مبالغه، يعني كل شيء فرحان. ومن بينهم هاد الناس هادو، يعني هاد الناس هادو اللي كاينين عندنا في دار الاشخاص المسنين، جميع دار التكافل، يعني حتى هما راه متبعين بشغف، يعني متبعين جميع المباراه وكيشجعوا بالطريقه ديالهم. وحاليا هما في الانتظار كينتظروا باش الوصول ديال المنتخب الوطني المغربي. يعني الحمد لله، يعني شيء لا يوصف. يعني شافوا هذوك سمو، ويعني راه رساله للابناء هاد الطبقه هذه اللي كاينين هنا والعائلات ديالهم. يعني راه حنا كنقوموا بالواجب ديالنا، ولكن راه الحنان يعني شي حاجه ما كتعطاش، ما كتعطي وقت تبغي، وقت تبغي تعطيها ما كتعطاش. يعني الابناء ديالهم والعائلات ديالهم هما اولى بهم. حنا راه كنقوموا بالواجب ديالنا، ولكن رغم هذا اسميتو، يعني راه حنا مقصرين في اسمو ديالنا، ماشي حنا مقصرين، ولكن الابناء ديالهم خص يعرفوا يعني هاد كرة القدم، يعني هاد كأس العالم ديال هاد السنة في قطر، يعني عطانا بزاف الحوايج، يعني خص
يعني خصنا إعادة الاعتبار لهاد الناس هادو، هاد الآباء ديالهم والأمهات ديالهم. يعني شتي كيفاش كيتعانقوا، راه ملي كيشوفوا هذاك هذوك اللقطات حتى هما كيبكيو، اللقطات ديال عينق ديال بوفال ديال حكيمي ديال كلهم، الامهات ديالهم والاباء ديالهم حاضرين معاهم. يعني كيكون شويه كيتحرك فيهم شويه، واخا يعني داكشي ان ريفلكس. ويعني الحمد لله يعني المغرب لا زال بخير، لا زال بخير، يعني رغم كل هذه الاكراهات المغرب لا زال بخير تحت قياده صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. يعني حنا شرفه، يعني مملكه شريفه، وهني الحمد لله الشيء اللي عطات راه عطات. كيتصلوا بيا النصارى من فرنسا من جميع الدول، يعني طلعوا لينا سميتها، طلعوا لينا الرايه ديالنا، وعطونا عطونا زادوا لنا في الكراد، يعني زادوا في الكراد. المغرب كامل يفتخر بهاد الناس هاد بالدراري هادو ديالهم، ويلا نقطه البدايه. الحمد لله المستقبل غادي يكون زين ان شاء الله، المستقبل غادي يكون ان شاء الله زين. فالارتباط وثيق ولحظات جميله. الان كل الانظار والانظار العالم على هذه الصور التي تصل مباشره من قلب العاصمه الرباط. هذه الطائرة التي كان يقال على أنها لن تتجاوز 3 مباريات، هذه الطائرة تصور.